أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور محمد المشعان الحرص على تذليل كل الصعاب أمام مؤسسة الموانئ الكويتية لتمكينها من تحقيق أعلى إيرادات ممكنة. وأشارت المشعان إلى الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل تطوير أعمال المؤسسة عبر توفير كل ما تحتاجه من إمكانيات بشرية ومادية وتذليل كل العقبات، إضافة إلى متابعة وتحفيز العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرجوة لتنفيذ مشاريع الدولة التنموية. جاء ذلك في تصريح أدلت به عقب اجتماع عقدته اليوم بحضور مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ خالد سالم الصباح وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، حيث نوهت بأهمية الموانئ في تعزيز الاقتصاد، مثمنة جهود كل العاملين في هذا المرفق الحيوي المهم. من جانبه أكد الشيخ خالد سالم الصباح استمرار المؤسسة بدراسة خططها ومشاريعها وآلية تنفيذها وفقا لرؤية الكويت 2035 ولتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة. وتناول الاجتماع متابعة قرارات مجلس إدارة المؤسسة ومتابعة قرارات لجنة العقود وتشكيل اللجان التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما تم مناقشة مذكرتين من الإدارة العامة بشأن بعض المشاريع التشغيلية لدى المؤسسة.